قال ابن مالك رحمه الله: سمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصد، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف نوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي، واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. هذه الأبيات ذكر فيها ابن مالك رحمه الله مسألتين نحويتين ختم بهما هذا الباب، وهو باب المعرب والمبني. أما المسألة الأولى فهي مسألة أنواع الأسماء المعتلة وكيف تعرب، والمسألة الثانية هي مسألة الفعل المعتل وكيف يعرب. وذكر رحمه الله في المسألة الأولى أن الاسم ينقسم إلى قسمين: اسم مقصور واسم منقوص. فالمقصور هو الذي يكون هو الذي ينتهي، أو هو الاسم المعرب الذي يكون في آخره ألف لازمة، وعرفه بعضهم بأنه الاسم المعرب الذي حرف إعرابه ألف لينة لازمة كالمصطفى والفتى ونحو ذلك. فهذا هو الاسم المقصور، ينتهي بألف لازمة في آخره في نهايته قبلها فتحة، ولا تكون الألف إلا ساكنة وقبلها فتحة. ولذلك ذكر النوعين فقال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. وهذا النوع الأول هو المصطفى، وهو المقصور الذي سماه مقصورا كما سيذكر، وقد ذكرناه. وعلامة إعرابه أنه يرفع بضمة مقدرة على آخره، وينصب بفتحة مقدرة على آخره، ويجر بكسرة مقدرة على آخره، فتقدر فيه جميع الحركات. فنقول: جاء المصطفى ورأيت المصطفى ومررت بالمصطفى، كما نقول: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، وهكذا في جميع الأسماء المقصورة. والمقصور من القصر وهو الحبس، فهذا الاسم حبس عن المد، وهو إثبات الهمزة بعد حرف بعد الألف، كالسماء والدعاء، فهذا هو الاسم الممدود الذي يسمى ممدودا. ولابن مالك تأليف حسن في المقصور والممدود، ذكر فيه أنواع الاسم المقصور سماعا والممدود سماعا. وهنا في الألفية في آخرها عرف بالاسم المقصور القياسي، وأحكام تتعلق بالمقصور الممدود هي في آخر الألفية. والاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، كالقاضي والداعي والمرتقي ونحو ذلك، فهو آخره ياء لازمة وهو اسم معرب ليس مبنيا. وكيفية إعرابه أنه تقدر عليه الضمة، وتقدر عليه الكسرة، وتظهر فيه الفتحة. فنقول: جاء القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي، وجاء الداعي والمنادي ونحو ذلك. تقول: رأيت الداعي وأجبت المنادي. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: أجيبوا داعي الله. فهذا هو الاسم المنقوص. فالمنقوص إذن يتميز بأنه تظهر عليه الفتحة، ويقدر فيه الضمة والكسرة. وأما سبب التقدير في الأول الذي هو المنقوص
الذي هو المقصور، فهو تعذر ظهورها، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، فيتعذر أن تظهر عليها أي حركة. وأما في الثاني فسبب تقليبها هو ثقلها وليس تعذرها، فهي ثقيلة، أن تقول القاضي هذه ثقيلة، وكذلك القاضي، وهي ثقيلة، ولكنها مع ذلك قد سمع من العرب من نطق بها فيقول جرير: فيوما يوافين الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا تغول، فقال غير ماضي. ويقول شاعر آخر: لعمرك ما تدري متى أنت جائي، ولكن أقصى مدة العمر عاجل. فظهرت في غير ماضي في البيت الأول، وظهرت في أنت جائي في البيت الثاني، ولكن هذا نادر ولا عبرة به. أما في حالة المقصور فلا يظهر عليه شيء، لأن الألف متعذر، الظهور عليها متعذر، فلذلك سمينا التقدير هناك بسبب تعذر ظهور الحركة، والتقدير هنا في المنقوص بسبب ثقل الحركة وليس بسبب تعذرها. وبذلك نقول مثلا: جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، على آخره منع من ظهورها التعذر. ونقول: جاء الداعي، نقول الداعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، فلا نقول منع من ظهورها التعذر، ولكن نقول منع من ظهورها الثقل. إذن بهذا اتضح لنا الفرق بين الاسم المنقوص والاسم المقصور، وأن المنقوص أن المقصور تقدر عليه جميع الحركات، والمنقوص تظهر عليه الفتحة، وأيضا أن المنقوص سبب التقدير فيه هو التعذر، والمقصور المقصور سبب التقدير فيه هو التعذر، والمنقوص سبب التقدير فيه هو الثقل كما اتضح لنا. وإن كان بعض العرب سمع منه إظهار، سمع منه تسكين المنقوص في حالة النصب، لكن هذا قليل، ومنه قول الشاعر: ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدالي، فقال ولو أن واش، ولم يقل ولو أن واشيا، فقدر الإعراب على هذا. وهذا معنى قول ابن مالك الأبيات الثلاثة: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فجمع النوعين في أن كل واحد منهما معتل، لأن آخره حرف علة، وقيل لأنه فيه اعتلال دائما، فالمقصور معتل لأنه دائما إذا كان واوا مفتوحة أو ياء مفتوحة أو واوا متحركة أو ياء متحركة تعل، وإذا انفتح ما قبلها فتبدل ألفا، فكثير من المقصور هذا أصله. والمنقوص أيضا يكون فيه إعلال بالحذف في حالة التنوين مع الرفع أو مع الجر، فيحصل الإعلال في كل واحد منهما وعلى كل، فيكفي من تسميتهما معتلين أن آخر كل واحد منهما حرف علة، فآخر المقصول ألف وآخر المنقوصيان. قال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، مثل قبل أن يسميهما، فقال هذان النوعان من الأسماء يعني كالمصطفى والمرتقي معتلان، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، الأول وهو ما كان معتلا بالألف قدر فيه الإعراب جميعه، وهو الذي قد قصر، أي وهو الذي سماه النحويون اسم المقصور. والثاني منقوص، والثاني سموه منقوصا، وأما إعرابه وكيفيته فذكره بقوله: والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى، أي يقدر كذا أيضا يجر، أي كذلك يجر بالكسرة المنوية للمقدرة للثقل كما ذكرنا. فاختصر هذا في هذه الأبيات الثلاثة. ولا يوجد اسم عربي معرب ينتهي بواو في آخره، ولذلك لم يبوب عليه في الإعراب. وبعض الكوفيين يجيز ذلك ويجعل
يقول لو سمينا رجلا يدعو بهذا الفعل لا عاملناه معاملة الفعل المعتل، ولو رأينا مدينة مثلا كمسكو وسمندو ونحو ذلك فإنها تعرب إعراب منقوص إذا كان آخرها واو لازم، ولكن هذا ليس من العربية في الأصل، والأصل في العربية أنه لا يوجد فيها اسم معرب ينتهي بواو في آخره بواو مادية في آخره، فلذلك لم يجوبوا عليه ولم يذكروا إعرابه. ثم قال رحمه الله: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف ينوي فيه غير الجزم، وأدي نص ما فيدعو يرمي، والرفع فيه منوي، واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. يقول: أي فعل آخر منه حرف من حروف العلة فهو معتل. فإذا كان آخره ألفا نحو يخشى ويسعى فهو معتل، وإذا كان آخره ياء فيرمي ويبدي فهذا أيضا معتل، وكذلك إذا كان آخره واو نحو يدعو ويسمو فهذا أيضا معتل. فالفعل يعتل بالثلاثة، بالأحرف الثلاثة، يعتل بالألف ويعتل بالياء ويعتل بالواو، ولذلك قال: وسمي معتل. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. ثم بدأ في ذكر إعرابه فقال: فالألف انوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما فيدعو يرمي، والرفع فيه منوي. يقول: الألف انوي فيه غير الجزم، فإذا كان الفعل معتلا بالألف نحو يخشى فإننا نقدر فيه النصب الفتحة للنصب، ونقدر فيه كذلك الضمة للرفع، فنقول يدعو، فنقول يخشى، ونقول عفوا نقول يخشى، ونقول كذلك لن يخشى. فالألف انوي فيه غير الجزم. قال: وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. أما الفعل المعتل بالواو والفعل المعتل بالياء فيظهر نصبهما، فنقول لن يدعو ولن يرمي ولن يسمو ولن يبني، فننصبه بفتحة الظاهرة على آخره كما تقدم. لخفة الفتحة فإنها لم تثقل ما كان معتلا بالياء وكذلك الواو. ثم قال: والرفع فيه منوي. يقول: يقدر الرفع أيضا في المعتل بالواو والمعتل بالياء، وهذا يدلنا على أن الرفع على أن الضمة تقدر في جميع الأفعال المعتلة، تقدر في الفعل المعتل بالألف والفعل المعتل بالواو والفعل المعتل بالياء، وأما الفتحة فتقدر في الفعل المعتل بالألف وتظهر في الفعل المعتل بالواو والفعل المعتل بالياء. ثم قال: واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. فهذه الأفعال الثلاثة المعتل بالواو والمعتل بالألف والمعتل بالياء إذا جزم تحذف منه حرف العلة، فنقول لم يدعو ولم يخشى ولم يرمي. هذا يظهر لنا أن هناك تقاربا بين المعتل من الأفعال والمعتل من الأسماء، فالرفع يقدر في الجميع، والنصب يظهر في المعتل بالواو والياء، المعتل بالياء سواء كان فعلا أو اسما، والمعتل بالواو من الأفعال. ويبقى الجر خاصية خاص بالأسماء لا علاقة للأفعال به، والنصب كما عرفنا والجزم كما عرفنا خاص بالأفعال فتميزت به عن الأسماء، فلذلك كان إعرابهم هنا متميزا ومختلفا، وهناك تناسب بين الجزم والسكون، ولذلك حذفت له النون في الأفعال الخمسة، وحذف له حرف العلة هنا في هذه في الفعل المعتل، فالفعل المعتل تحذف منه الألف والواو والياء في حالة الجزم، وكما ذكرنا تظهر فيه الفتحة في حالتي الاعتلال بالواو والاعتلال بالياء. ومن القليل جدا تقدير الحركة على
المعتل على المعتل المنصوب تقدير الحركة تقدير الفتحة عليه هذا قليل كما قل في الأفعال وقد سمع ظهور قد سمع تقدير الفتحة على الواو في قول الشاعر فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي ولم يقل أن أسمو وكذلك على الياء في قول الشاعر ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صول فلم يقل أن يدني كما لم يقل أن أسمو فقدرها وسكن الواو في أسمو والياء في يدني ولم تفتح فقدرت الفتحة فيها وكأنها عملت معاملة المعتل بغير الواو والياء معتل بالألف وهذا معنى قوله فالألف قال فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ماك يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما فلا بد من الحذف في الأفعال وأما ما ورد من عدم الحذف في حالة الجزم لا بد من الحذف في الأفعال المعتلة بأي حرف علة كانت في حالة الجزم ولكن ما سمع من ذلك قليل ويذكرون أنه عمل معاملة الصحيح فمن ذلك قراءة البزي في قول الله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين من يتقي ويصبر فجزم ومع ذلك أثبت الياء والدليل على أنه جزم أن الفعل المعطوف مجزوم يتقي ويصبر فالفعل المعطوف على هذا الفعل مجزوم وهذا الفعل أيضا مجزوم وكذلك في قول الشاعر وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي السيرة اليمانية فقال كأن لم ترى يعني الفعل قبله لم فهو مجزوم ولم يحذف آخره وقدر عليه السكون وكذلك في قول الشاعر وهو من الشواهد المشهورة لم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زيادي قال لم يأتيك فأثبت الياء وكذلك في قول الشاعر هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي أنا هذا متناقض لم تهجو ولم تدعي المهم الشاهد فيه لم تهجو حيث أثبت الواو فأثبت الألف في ترى وأثبت الواو الياء في تنمي وأثبت الواو في تهجو وهذا قليل جدا والأصل الحذف إذن خلاصة هذا الباب أن المعتل من الأسماء ينقسم إلى قسمين مقصور ومنقوص فالمقصور هو المعتل بالألف والمنقوص هو المعتل بالياء فالمقصور تقدر عليه الفتحة والضمة والكسرة والمنقوص تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر عليه الفتحة هذه هي القاعدة العامة وبالنسبة للأفعال تكون معتلة بالألف والواو والياء فبالنسبة الضمة تقدر في الجميع والفتحة تقدر في الألف وتظهر على الواو والياء والجزم يظهر في الجميع ولكن ظهوره بحذف حرف العلة فيكون حذف حرف العلة علامة للجزم وبهذا ينتهي هذا الباب ونجد تقاربا بين الاعتلاء بين إعراب المعتل من الأسماء وإعراب المعتل من الأفعال الحالات التي يتفقان فيها وهي الرفع والنصب وكما هو معروف وواضح فالجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال فلذلك لا نقارن بينهما إنما نقارن في الرفع والنصب والرفع والنصب في الأفعال والأسماء واحد تقريبا وفي كل ذلك نقول في حالة الاعتلال بالألف لتعليل تقديد الحركة نقول للتعذر وأما في حالة الاعتلال بالواو أو بالياء فنقول مقدرة الحركة مقدرة بسبب الثقل أو لثقلها لأنها يمكن أن تظهر بل ظهرت في بعض الأمثلة التي ذكرناها وقد ألحق هذا الباب بأبواب النيابة عن الحركات لأن هذا الباب تقدر فيه الحركات في الحقيقة ليس من أبواب النيابة ولكنه ذكره بعدها مباشرة لتعلقه بهذا الموضوع وهو موضوع الإعراب
بذلك تحتمل جميع عناصر هذا الباب الكبير، وهو باب المعربي والمبني. وقد بدأه بتعداد المبني من الأسماء، ثم تبعه بالمعربي، ثم ذكر بعد ذلك علامات الإعراب الأصلية، ثم ذكر أبواب النيابة، وتبين لنا من خلاله أن الحركات، أن الأصل في الإعراب هو الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم، وما وغير ذلك يكون نائبا عنها، وأن هذه الحركات تقدر في حالة الاعتلال. وهذا آخر ما أردنا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.